أصدرت مفاصل أبواب غرناطة وهي تفتح صوتا كالأنين، واندفع جنود قشتالة مثل الجراد، اقتحموا المدينة بدروعهم البراقة وأعلامهم الملونة ورائحتهم الثقيلة. كانوا كالجراد، كانوا يشبهون العطن. اندفع القساوسة يرفعون الصلبان ويرددون الصلوات. ثم أقبلت الملكة إيزابيلا وبجوارها الملك فرناندو. كانت نحيفة وطويلة وشاحبة، ورفع الصليب الفضي الذي كان يحمله في يده وقربه من وجه ابن الغافل الذي أرخى عينيه حتى لا يقابل نظرات الكاردينال، ثم مد شفتيه ولمس الصليب البارد. قال له الكاردينال: آن لك أن تتزوج يا ألفونس، زواجك من إسبانية نبيلة سوف يحميك من خطر الردة. ووضع يده على رأسه يباركه، فارتجف ابن الغافل. هذا هو اسمه الجديد، ومع ذلك فإن العالم مليء بالحمقى الذين لم يغيروا أسماءهم ولم يكفوا عن التمرد. صودرت بيوتهم ونقلوا إلى الأحياء الفقيرة، وخطفت أولادهم ليتحولوا إلى شمامسة، وانتزعت الأرض التي يملكونها، ومع ذلك ظلوا يرفضون الانصياع والدخول في دين السادة الجديد. كان الكاردينال قد حرم عليهم أشياء كثيرة، حول مساجدهم إلى كنائس، وأغلق الحمامات، ومنع لبسهم اللون الأبيض، وألغى كل بنود المعاهدة التي وقعها الملك